السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنستعين بموقع هيقدر يعمل لنا خريطة ذهنية بشكل حلو قوي زي الشكل دوت، تمام؟ طيب الموقع ده انا ممكن اجي هنا وابدأ ان انا اكتب النقط، ممكن اروح بقى للذكاء الصناعي اقول له اكتب لي النقط اللي انا عايزها. طيب هروح هنا لشات جي بي تي وهقول له ان انا عايز الاجابة بمثلا ديفولت لانجوج او اريد خريطة ذهنية لأهم المدارس المعمارية، تمام؟ ومفروض ان انا اكتب كلمة، بس انا ايه اتعمدت ان انا مكتبهاش دلوقتي. اشوف الاجابة بتاعته وبعد كده نبقى نكتبها، ماشي؟ هو رتبهم لي بالشكل دوت، لكن لو انا خدت الكلام ده كوبي بيست ورحت هناك مش هيقدر يفهم ايه التقسيمات بتاعته، ماشي؟ طيب انا عايز بقى اقول له ايه، لا ده انا مش عايزها بالشكل دوت، تمام؟ ممكن اقول له edit واقول له على شكل مارك داون، يعني نقطة 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 فرعية وحاجات زي كده عشان هستخدمها في برنامج تاني. فهو عمل لي إجابة تانية بالشكل ده، يبقى أنا دي الإجابة الأولانية ودي الإجابة التانية. طيب هنبدأ بقى ناخد الكلام ده ونروح هناك. الكلام اللي هو بين النجوم ده يعتبر زي كومنت أو معلومات إضافية، تمام؟ طيب خلاص، أول ما يخلص هبدأ اخد الكلام ده، ومش لازم اعمل سيلكت بالشكل دوت ان انا اقعد اعمل بالشكل ده، لا ممكن اجي هنا من فوق واقول له ايه كوبي كود. طيب هو كده خلص، كل اللي انا اعمله اقول له كوبي كود واروح للموقع بتاعي، تمام؟ هسيب لكم اسفل الفيديو واعمل سيلكت اول كنترول في، عمل لي الخريطة الذهنية بالشكل دوت، تمام؟ ان اهم المدارس المعمارية، المدارس الكلاسيكية، الفترة الزمنية، المميزات بتاعتها، الامثلة، وهكذا في كل المدارس. الخريطة الذهنية دي انا ممكن اروح محولها لصفحة انترنت، هقول له داونلود ان انتراكتيف اتش تي ام ال هايبر تكست مارك اب لانجويج، او اسيبها ك اس في جي، دي من احد صيغ الصور. فانا ممكن بعد كده في موقع كتير بتقول لي هحولك الاس في جي لجي بي جي او بي ان جي مجاني، فما فيش اي مشكلة، هحملها SVG. كده انا لخصت، عملت برشامة لمنهج كامل ممكن اخد وقت في ان انا اذاكره. فالخريطة الذهنية دي بتفيدني كتير جدا. نفس الكلام ممكن اقول له ايه، اعمل لي المدارس الادارة، اعمل لي ملخص لمنهج البي ام بي، تمام؟ طب تعال نجرب، اقول له هنا اريد خريطة ذهنية لملخص البي ام بي، منهج البي ام بي، تمام؟ اقول له سند. طبعا دي الاجابه رقم 3، بقى عندي كذا اجابه اقدر ان انا ارجع للي فات. فده هيسهل لي ان انا لما ابص على الورقه دي افتكر ايه الحاجات اللي انا ذاكرها، يعني ده مش بيغني عن المذاكره او بيلخص لي المذاكره. طبعا ممكن يكون في اخطاء، اقرا ولو انت متمكن عدل، تمام؟ وحط الصح لو انت متمكن، يعني ما تجيش انت اصلا ما قريتش البي ام بي وتعدل عليه، لا ما تعملش زي ناس تانية وحشين كده مالناش دعوة بيهم، ماشي؟ طيب خلص، خلص حلو قوي. اروح ناسخ كده كوبي كود واجي هنا سيلكت كنترول A كنترول V، بقى عندي خريطة ذهنية للبي ام بي، المجالات المعرفية العشرة، ادارة تكامل المشروع، نطاق المشروع، وقت المشروع، وقت المشروع في تحديد الأنشطة وترتيب الأنشطة وتقدير موارد النشاط والحاجات دي كلها، تمام؟ فأصبح عندي ملخص كبير جدا لمنهج كتاب كامل في صفحة ممكن أطبعها وأقعد أبص عليها، أرجع عليها كده، تمام؟ ممكن برضه تقول له طب أنا عايز أعمل العمليات ال 49 دول في بالتفصيل بقى، فاعمل لك خريطة ذهنية مفصلة للجزء دوت، أنا عايز تفصيل بقى الأدوات والتقنيات، يعمل لك التفصيل اللي أنت عايزه.